تجارب موسيقية ممتعة وجريئة إن أنت تشوف الفن السعودي الأصيل مع الفيلهارمونيا البريطانية ومغنية بريطانية ومغني سعودي وكورال سعودي وكورال بريطاني الاتنين في امتزاج واحد، نجاح كبير في العاصمة البريطانية. وزير الثقافة السعودي سمو الأمير بدر بن فرحان بيقوم على هذا الامتزاج منذ سنوات وبيعمل عليه كثيرا، وشفنا تجارب جوه المملكة العربية السعودية، شفنا تجارب حتى مش بس في الموسيقى، في الفنون التشكيلية وفي الفنون الشعبية وفي كل هذه الأشياء، علشان الناس برا تعرف يعني ايه موسيقى سعودية وفن سعودي من خلال الامتزاج. لان انا ممكن لو قدمت لك بس الغناء السعودي لوحده او يعني يمكن مش هتحس بال
التميز اللي موجود، مش هتحس بتاريخ الآلات، مش هتحس بالثقافة دي، إنما لما يبقى فيه الجام اللي حصل ده. وطبعا ده عشان يحصل محتاج مايسترو وموسيقار وملحن كبير يقدر يعمل المقابلة دي اللي بيفكر فيها دايما سمو الأمير وزير الثقافة وهيئة الموسيقى في المملكة العربية السعودية، إن أنت في النهاية يبقى عندك حفل ممتع، أي حد ما يعرفش عربي يبقى قاعد مستمتع بالموسيقى زي ما احنا بنستمتع بالأوبرا مثلا الإيطالية. انت لا عارف إيطالي ولا عارف هم بيقولوا ايه أصلا، أو حتى لما تبقى الأوبرا ألمانية، ولكن انت تستمتع بالمواقف، تستمتع بالغناء، تستمتع بالموسيقى، تستمتع بالقدرات الموسيقية. فده اللي حصل، انه احنا رحنا إلى بريطانيا وعملنا حفلات في أكبر القاعات، وهيئة الموسيقى السعودية فعلا نجحت في هذا الأمر. زي ما بقول لحضراتكم هذا يحدث كثيرا، لأنه هو ده دور الثقافة، هو دورك كوزير للثقافة إن أنت تعرض الثقافة بتاعتك، تعرض الحضارة بتاعتك، تعرض الأصول بتاعتك عشان الناس تتعرف عليها، توصل لهم دايما بشكل واضح وناصع اللمعان، فيقدر الناس تتعاطى مع هذه الثقافة بشكل جيد. المايسترو هاني فرحات، أهلا بيك. أهلا بيك يا حبيبي، أخبارك إيه؟ ألف مبروك، حاجة جميلة ومفاجأة فعلا. فضل ربنا، فضل ربنا، الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا ومجهود 30 يوم متواصل. 30 يوم بروفات عشان توصلوا للنتيجة دي. أيوة. طيب الفكرة الحمد لله يعني فضل ربنا. الفكرة جت ازاي؟ الفكرة صعبة جدا، يعني امتزاج الثقافة السعودية بالثقافة الإنجليزية الاثنين في مسرح واحد، مش سهلة يعني. انت قلت من شوية، انا سامعك انت تقول ان ده وزارة الثقافة السعودية بقيادة سمو الأمير بدر بن فرحاني، هم بقالهم فترة بيعملوا الحكاية دي، بقالهم فترة بيحاولوا يروحوا، كان عندهم عملوا حفلة في نيويورك كبيرة جدا برضو زي بتاعت لندن كده، وفي المكسيك عملوا حفلة، يعني هم عندهم خطة لنشر الموسيقى السعودية وخلينا نقول الموسيقى العربية. الحقيقة ده كان مجهود وزارة الثقافة ومجهود هيئة الموسيقى، وشكرا ان هم ادوني الفرصة دي ان انا اقدر اعمل حلم من احلامي، واقدر اعمل حاجة اقدر ادمج فيها ثقافتين يعني عظيمة زي الثقافة البريطانية والثقافة العربية بتاعتي. ما هو ده دور وزارة الثقافة يعني في كل مكان، ان هو انت قلت جملة عظيمة. انت قلت جملة عظيمة، هو ده دور الثقافة، هو ده دور وزير الثقافة، انه كمان الاشياء اللي هي مش تجاريه، اللي هي يعني مش معموله بغرض المكسب المادي في المقام الاول، حد يقدر يعملها، يبقى عندك حلم حاجه زي دي يعني. يعني ده هدف الثقافه، ده يعني ده الهدف الواضح لنشر اي ثقافه في اي بلد، او شغل وزاره الثقافه في اي بلد. هاني، ايه رد فعل المواطن الانجليزي العادي؟ يعني انا فاهم، انا شفت ان في عدد من اخواننا في المملكه العربيه السعوديه ومن العرب موجودين في القاعه، ولكن الانجليز كان رد فعلهم ايه؟ بص، كان يعني رد فعل الميوزيشن الاوركسترا الرويال فيلهارمونيك اوركسترا، انت عارف ده من اعظم واعرق اوركسترات العالم طبعا، يعني تصنيفه عالي جدا جدا من احسن خمسه في العالم. فكان كان همي اشوف رد فعل الموسيقيين اللي هم السوبر، اللي هم بمستوى عالمي يعني زي الاوركسترا دوت. فالحقيقه الاكسايتمنت اللي كان عندهم، السعاده اللي كانت عندهم، تمايلهم على الايقاعات الخارجيه بتاعتنا كان مفرح جدا وكان مطمئن جدا. ومن اول بروبه ارتحت، يعني كده قبل اول بروبه دي ان انا احط الاوركسترين مع بعض كان عندي قلق عظيم، مش عارف الناس هتتقبل ازاي الحكايه، رد فعل الميوزيشنز البريطانيين هيبقى عامل ازاي. بس من اول لحظه هم اندمجوا، انت قلت برضه
عنده كلمه عظيمه، هي الموسيقيه الوحيده اللي الشعوب كلها بتتكلمها، يعني انت بتروح تسمع اوبرا بالايطالي مش فاهم حاجه بس مستمتع، هو ده دور الموسيقى. لا كمان كمان انا مبسوط انت معاك عازفين سعوديين ايديهم تتلف في حرير، يعني انا لما قريت الاسامي انا عايز اقول لك يعني حاجه مستوى برضو مبهر يعني. لا انا عايز اقول لك ان ده من احلى الحاجات اللي انا عملتها في المشروع ده، ان انا اقدر اساعد الشباب السعوديين اللي عندهم شغف غير طبيعي، عايزين يبقوا حاجه وعايزين يتعلموا وعايزين يذاكروا وعايزين يبقوا كويسين وعاوزين يشرفوا بلدهم. ده من الجانب اللي كان بالنسبه لي سعيد جدا جدا ان انا قدرت اساعدهم شويه وانقل لهم شويه من اللي انا اتعلمته، وهفضل معاهم وهفضل مستمر معاهم يعني من كتر الشغف اللي انا شفته في الشباب والبنات. والحقيقه حاجه مشرفه جدا جدا جدا، واخد بالك ان السعوديه بقى عندها اوركسترا بيلف العالم وبيلعب مع اوركسترات بالمستوى ده وبالكواليتي ده في الوقت القصير ده، انا شايفه ده حاجه يعني انا شايف ان ده حاجه غير منطقيه، يعني مش موجوده في الكتب ومش موجوده في اي، هم عملوا حاجه مستحيله فعلا. اكيد احييهم واقول لهم شكرا على كل نقطه عرق عملتوها معايا، وشكرا على كل التخاني اللي الاوركسترا دوت تخليت الحقيقه في كل في البروفات وفي المذاكره وفي كل حاجه. المايسترو هاني فرحات بشكرك شكرا جزيلا والف مبروك، دايما اعمالك ناجحه ودايما متميز ودايما مشرف، شكرا ليك. زي ما شفنا الصحافه الانجليزيه ما كتبت كلمت عن الاكستشينج، التبادل، التبادل الثقافي، انا اسمع المزيكا بتاعتك وانت تسمع المزيكا بتاعتي ونبتدي نشوف نقدر نلتقي فين، هل ممكن نغني الست اللي غنت انجليزي دي مع الاوركسترا السعودي، هل انا ممكن اغني معاك ولو غنيت معاك انا هستخدم اني ايقاعات، طب انت الايقاعات بتاعتك عارفين الايقاعات الخليجيه دي تخبل تخبل، يعني في ذخيرة موسيقية فنية جميلة جدا. وزي ما بقول دايما ده دور وزارة الثقافة، لأنه طبعا انت ما تقدرش تطلب من حد بيشتغل في السوق التجاري أو في الغناء اللي بتاع التجاري، مش حاجة وحشة يعني أنا بقول تجاري، ولكن ده دور وزارة الثقافة، التبادل، الترويج للثقافة بتاعتك، التقارب بين الثقافات وبين الحضارات، الفن بيقدر يعمل الكلام ده بشكل جميل جدا. الفقرة القادمة الدكتور سعد